بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله ورضوان، ولا عدوان إلا على اللئام. نعود إلى نفس الآية، يقول ربي سبحانه وتعالى: واعتصموا، هذه 103، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته، أي علامات ربوبيته وألوهيته وحدانيته وحكمته لعلكم تهتدون. وبعد يجي أمر آخر، ما قال واعتصموا، يجي أمر يلي الأمر اللي ذكرناه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أنتم اليوم أمة الإسلام خبيثة إلا من رحم ربنا، أنتم تدعون إلى عكس ما أمركم المولى به. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تدعون إلى الشر. اليوم أنت صبرت عين هوا النياشين، هوا الأموال الطائلة، ملك الأموال من الظلام جات وتمشي في الظلام، كي تأخذها تزيد تتعمق في الظلام، هي طماع، هي أمير اللئام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف اليوم تأمرون بالمنكر وتعاقبوا كل من يأمر بالمعروف أي نح. شنو تأمر الناس باش يصليوا؟ وهذا وقعد ياسر مع الشرطة والحارس والمنطقة والكل، وقال باش دخل في الناس، تجي طبيب، شنو طبيب؟ ماذا تفهم انت من الطبيب؟ وقتاش بديت تفهم انت؟ الطبيب هو رحمة من الله، وهذا يمشي في خط الطبيب الأول والآخر هو الله سبحانه وتعالى، بشهادته هو سبحانه وتعالى وشهادة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفي، وزيد فوق الطب فما يميتني ويحيي، ويبعثني في يوم الدين بقلب سليم. ماذا تفهمون عن الطب يا كلاب بورقيبة وبن علي وكلاب الكيكي السيسي لعنة الله عليه كذلك فراعن هذا الزمان والعياذ بالله. ونعود إن شاء الله تعالى.